أعلن المركز الوطني للزلازل عن وقوع هزة ارتدادية بشدة 4.5 درجة على مقياس ريختر ضربت جنوب غرب أنطاكيا الساعة 2:16 ظهرا. وكان أشار مراسلو شام اف ام في المحافظات إلى أن سكان الساحل السوري وحمص وحما شعروا بهزة أرضية خفيفة. للحديث أكثر عن هذه الهزة معنا الدكتور رائد أحمد المدير العام للمركز الوطني للزلازل. مرحبا بك دكتور رائد. أهلا بك. بداية، هل تعتبر هذه الهزة التي شعرنا بها هي هزة ارتدادية وأين مركزها؟ حقيقة هي من سلسلة الهزات الارتدادية التي تحدث بكثافة في منطقة اللواء اسكندروم وشمال اللاذقية مرورا إلى غرب اللاذقية في البحر. تم تسجيل هزة أرضية بقدر 4.6 درجات على مقياس ريختر عند الساعة 4:16 مساء هذا اليوم. تمت هزة أخف بقدر 2.7 عند الساعة 14:20. نعم. تبعد عن مدينة اللاذقية مسافة 50 كيلومتر شمال اللاذقية في على حدود لواء اسكندرون. نعم دكتور رائد، هل تنبئ مثل هذه الهزات عن هزة أكبر خاصة مع توقعات غير مؤكدة بحدوث نشاط زلزالي خلال الفترة القادمة؟ حقيقة تندرج هذه الهزات، يعني نحن حتى هذه اللحظة سجلنا أكثر من 2000 هزة ارتدادية للزلزال الرئيسي الذي حدث في يوم 6 شباط صباحا بقدر 7.8. وتعتبر هذه الهزات طالما أنها مرتبطة بفوالق اسكندرون وأمانوس أنطاكيا فوالق شرق المتوسط شرق الأناضول، طالما أنها مرتبطة بها فهي هزات ارتدادية وبالتالي لا تنذر عمليا باحتمال حدوث هزات كبيرة في هذه المنطقة، ولكن المسجل حتى هذه اللحظة أن جميع الهزات المسجلة وأغلبها حيث تم تسجيل خلال 24 ساعة الماضية 54 هزة أرضية بقدر تراوحت بين 1.8 و4.1. دكتور رائد، نعم، يعني متى يمكن القول أن الأمور تتجه إلى الهدوء وأن طبقات الأرض بدأت بالاستقرار؟ حقيقة لدينا لنقول نظام تكتوني متوزع، يعني عندما تحدث وتنتقل الطاقة من فالق إلى فالق فهي تحرك فالق آخر. إذا عدم الاستقرار التكتوني ما زال مستمر ضمن البر التركي وشمال اللاذقية اسكندرون خلال هذه الفترة والأيام القادمة. وكنا قد نوانا يعني أن يعني اليوم صباحا نحن سجلنا 6 هزات قبال شواطئ اللاذقية بين تبعد مسافة بعرض البحر بين 16 كيلو إلى 53 كيلو متر بقدور بين 1.8 إلى 3 درجات. أيضا سجلنا 4 هزات على فالق شرق المتوسط، هي هزات خفيفة بين 1.7 و 2.2 شمال الهرمل وأيضا شمال غرب حمص وحما وإدلب. في الحقيقة الهزات التي تحدث مرتبطة في شمال اللاذقية مرتبطة بالزلزالية الارتدادية والزلزال الرئيسي الذي حدث حاليا. هذه الهزات وعلينا عمليا أن نتحمل هذا الوضع إلى أن يستقر الوضع التكتوني والزلزالي. نعم، كل الشكر لك الدكتور رائد أحمد المدير العام للمركز الوطني للزلازل، كنت معنا على هواء شام اف ام.